السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن المهمة سوف لن تكون يسيرة بعد تدخل هذا الكم من السادة الزملاء ومناضلي التكتل، وبعدما أتوا عليه من مضامين تتعلق بموضوع هذا الاحتفال البهيج. على كل حال أنا سأحاول أن أكون مساهما بتواضع في هذا الحفل. أقول أن لا محال، هي الكلمات قصيرة ولكن مضامينها متنوعة وثرية، ولكن من جهة أخرى الحدث الذي عشناه من خلال صياغة الدستور والمصادقة عليه سوف يجعل المؤرخين وأهل الاختصاص يتحدثون عنه ردهات طويلة من الزمن. إذن لا بأس أن نقتطف البعض من هذه الانطباعات. أعتقد أن ما حصل في تونس هي ملحمة عظيمة بصياغة وثيقة لا يتسنى للتاريخ بأن يجود بها على كل الشعوب وفي كل الأزمان، فهي وثيقة كتبت بأحرف من ذهب، كتبت بفضل رعاية المؤسسين وفي مقدماتهم رئيس المجلس الذي كان يقود هذه المركبة وسط رياح عاتية، رياح من التجاذبات من المشاحنات، وصلت إلى حد الإلقاء ببعض موجات من اليأس في بعض الأحيان، من الخوف ربما في شخصي المتواضع، كنت أخاف ربما هو له حنكة السياسيين، يعرف أن الأمر لا يعدو أن يكون سحابة عابرة، أما أنا صدقوني بالفعل كنت أخاف وأرتجف حينما عشنا لحظات صعبة ولحظات كادت تنسف كل المسار التأسيسي، خاصة بتضخم قوى الردة وقوى التآمر على هذه المؤسسة التي تعتبر نموذج يحتذى به في العالم. أقول أن المجلس الوطني التأسيسي، لمن أعتقد أنه بعد صياغة الدستور وبعد المصادقة عليه أن هفتت الأصوات التي كانت تشكك في هذه المؤسسة، ولكن الحديث سهل والبناء أصعب من ذلك بكثير. إذن عشت تجربة خصوصية ربما تختلف على زملائي داخل الكتل، لأني لم أكن أنتمي إلى كتلة باعتبار موقعي في نائبه كهو كما يقول السيد الرئيس، كنت أستشيره في بعض الأحيان وقل له هل بإمكاني أن أفعل كذا، فيجيبني بروح الدعابة المعهودة لديه، يقول لي نائبه كهو، حتى تعودت على الصياغة وقلت كنت نقول له السيد الرئيس كهو، ما يقول لي كهو. أعتقد أنه ما أتى عليه السيد المولدي الرياحي من ذكر أن الدستور هذا احتوى على كثير من المضامين المتعلقة ببرنامج السياسي للتكتل، هذا ليس بغريب في حقيقة الأمر، لأن التكتل هو الحزب الوسطي، الحزب الذي يمثل التونسي من الإمام صحنون إلى خير الدين إلى طاهر الحداد إلى كل المصلحين الذين عرفتهم هذه البلاد، ونحن داخل لب هذه الأصلاحات، فلا غرابة أن يكون الدستور يحتوي على مجمل هذه النقاط. طبعا وجود مناضلي تكتل داخل المجلس الوطني التأسيسي ساهم في اختزال هذه الروح وفي الدفع بها داخل مضامين اللجان التأسيسية. مسألة أخرى ذكرها سي المولدي، قال كثرنا من التواضع، وأنا أقول له صحيح كثرنا من التواضع إلى درجة الإفراط، وشيء إذا تجاوز حده وانقلب إلى ضده، ولكني أقول أيضا أن التواضع قيمة، التواضع قيمة أخلاقية عالية. وهنا لا يفوتني أن أردد البيت الشهير الذي يقول ملء السنابل تنحني رؤوسها في تواضع
والفارغات رؤوسهن شواهق. أعود مرة أخرى إلى الدستور فأقول أن هذا الدستور ملحمة، ملحمة احتوت على جميع مضامين حقوق الإنسان زيادة على الحقوق التقليدية، حقوق الجيل الأول، حقوق الفردية والجمعية التي نعرفها جميعا، فقد تضمن حقوقا تتعلق بالبيئة، حقوقا تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، حقوقا تتعلق بالتعليم، حقوقا تتعلق بالصحة، حقوقا تتعلق بالماء مثل ما ذكر السيد عبد اللطيف عبيد، وهذا أمر على غاية من الأهمية، لأن المعارك المقبلة ستكون معارك على الماء، ليست معارك على البترول أو على طاقة أخرى، لأن هذه المادة التي ذاهبة نحو الندرة سيكون لها شأن كبير وستكون محل حروب وتطاحنات، إن شاء الله ربي يجنبنا عواقبها. إذن أعتقد زملائي زملاتي زميلاتي أعتقد أن الظرف قد حان لنعتني بالبيت، نعتني بالبيت الداخلي، لأنه مناضلو التكتل على رأسهم السيد الأمين العام قدموا الكثير لهذا البلد من خلال الاعتناء بصياغة الدستور والبناء للجمهورية الثانية، وأنا هنا لا يسعني إلا أن أكبر العمل الذي قام به السيد الأمين العام رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وأنا تابعت عن كثب النسق الماراثوني الذي عمل به، وأعجبت أيما أعجاب ربما بأعصابه الحديدية، أو ربما قد تكون له أجداد أنجليز، أنا فخور بأني عملت طيلة هذه المدة مع السيد مصطفى بن جعفر، فخرجت قويا، خرجت مليء بالدروس وأختزلها، وإن شاء الله ربي قدرني حتى نعمل ب5% من الدروس هذه، لأنه المزاج ساعات يغلب عليها، فهمت؟ هو تبارك الله عليه حاجة أخرى. على كل لا أريد أن أطيل عليكم، فقط أردت أن أوجه نداء إلى كل المناضلين أن نفتح اليوم صفحة جديدة، صفحة البناء، بناء البيت وترتيب البيت من الداخل، لأن دفعنا ثمنا باهظا في سبيل الوطن، في سبيل تونس بأكملها. اليوم حان الوقت لأن نفكر في الحزب، لأن نتنقل داخل الجهات، لأن نقوم ب نقل المضامين التي استوعبناها من خلال الدستور والعمل داخل هياكل المجلس الوطني التأسيسي، وإحنا لنا ما نسوق في هذا المجال. أدعوكم زملائي إلى العمل ثم إلى العمل ثم إلى العمل في سبيل هذا الحزب، وفي النهاية أقول لكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، العزة لمناضلينا، النصر لتونس وللتكتل في بناء الوطني والحريات. عاشت تونس، عاشت الجمهورية الثانية، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.